شنو التحديات دي اللي بتواجهنا الآن؟ بتتكلم عن التحديات العامة؟ نعم، تواجه الدولة دي الآن وتواجه المعركة وتواجه الناس. أنا أفتكر أنه في أربع تحديات أساسية. طيب، الإشكالات في إدارة العملية الحربية دي جزء منها، واحدة منها، لكن خلينا نحن نجي بترتيب أكبر. بتكلم عن أنه رغم أنه القوات المسلحة قدمت عملية دفاعية كبيرة جدا جدا ونجحت فيها نجاح كبير جدا في بداية هذه الحرب، وكان هذا نجاح عملياتي منقطع النظير، لا بد أن نعترف به. استطاعت أن تمتص الهجمة الأولى لهذا التمرد، واستطاعت أن تدمر القوة الكبيرة لهذا التمرد، واستطاعت أن تنهي أهداف هذا التمرد الذي كان في بدايته استلام السلطة بالقوة. يعني لا بد أن نعترف بأن هذا إنجاز كبير جدا أنجزته القوات المسلحة بصمودة وبفاتورة عالية جدا من الشهداء. ولا بد أن نتحدث أنه الدولة استطاعت أنها أثناء الحرب استطاعت أن تتخلص من الفاتورة السياسية التي جاءت بهذه الحرب، وهو الاتفاق الإطاري، والتخلص من بعثة يوناتامس في تحت الأمم المتحدة. أفتكر أنه هي كانت أبرز تجليات التخلص من هذه الأسباب التي جاءت بالحرب. هذه إنجازات لا بد أن نذكرها. لكن التحديات الحقيقية الآن، أنا أفتكر أنه التحدي الأول هو غياب رؤية القيادة العسكرية لإدارة البلد أثناء الحرب وبعدها، ودي فصلنا فيها وقلنا فيها كثير جدا. الآن ما في رؤية، ما في برنامج. يعني ما جاءت الحكومة دي برئاسة المجلس السيادة قالت والله نحن الآن برنامجنا لتخفيف آثار الحرب على المواطنين 1 2 3 في قطاع الصحة في قطاع التعليم. ما في رؤية واضحة لإدارة البلد، ولا حتى لإسناد القوات المسلحة بتحرك خارجي مدعوم ومعزز ونرى نتائجه بعد عام كامل من الحرب. فبالتالي غياب الرؤية بتاعت القيادة العسكرية لإدارة السودان أثناء الحرب ورؤيتها لما بعد الحرب، غياب هذه الرؤية نفتكر أنها واحدة من التحديات الكبيرة جدا في هذه المعركة، وهي أساس لمشاكل كثيرة كثيرة لا تحصى ولا تعد. لأنه لما تغيب الرؤية بعد ذلك يقبل التحرك الخارجي لقوة مناوية عليك، يقبل التعريف السالب لهذه الحرب، كل هذه نتائج لغياب هذه الرؤية. التحدي الآخر أنا أفتكر أنه في إشكالات دستورية الآن ماسلة في السودان يجب أن نعترف بها. الآن في إشكال دستوري أنه هذه الحكومة وهذه الدولة موجودة في وضع دستوري شائك جدا. الوثيقة الدستورية التي أنشأت هذه السلطة بما فيها مجلس السيادة، هذه الوثيقة تم تعطيل بنود منها في 25 أكتوبر، وحتى الآن لم يتم معالجة الوضع الدستوري للدولة. والسودان يدفع فاتورة غالية جدا. الناس اللي بيفتكروا أنه القصة دي ما عنده علاقة بوضع السودان ووضعنا في هذه الحرب، نقول لهم الكلام ده. السودان الآن لا يستطيع أن يمارس حقه في الاتحاد الإفريقي. هذا المقعد لمقعد السودان في الاتحاد الإفريقي معطل لإشكال دستوري. نحن ما عندنا الآن تمثيل في الاتحاد الإفريقي لأنه نحن ما عندنا الوضعية الدستورية التي تمكننا من استعادة مقعدنا في الاتحاد الإفريقي. وهذا الإشكال انطلى كذلك على مواقف دول الجوار وموقف إيجاد من الحرب. كلنا شفنا مواقف أثيوبيا وأريتريا، وأثيوبيا أقصد عفوا أثيوبيا وكينيا، في أنها كانت حتى بتشكك في شرعية الدولة، وإيجاد وقفت موقف مناوي للسودان في كل تصرفات. كل هذا عنده إشكاليات في الاعتراف بالوضع الدستوري للدولة. يعني ما في تجلي أكثر من هذا. يعني اللؤم الإماراتي في مجلس الأمن عندما يتحدث مندوب السودان ويقول هذا مندوب الجيش السوداني، يعني هذا مندوب طرف ومؤسسة واحدة من مؤسسات الدولة، وكأن السودان كله غايب عن مجلس الأمن، وكأن السودان ليس لديه حضور. التشكيك في هذه في الوضعية الدستورية للسودان له أثر كبير جدا في تعامل الدول مع السودان، له أثر كبير جدا في استعادة موقعنا في الاتحاد الأفريقي، ويعني يعني سلامة التحرك الخارجي. الآن الدول لو دارت تقيف معك لابد أن تكون وضعك الدستوري الداخلي يتوائم مع وجودك في الإطار الغاري، ووجودك في الإطار الغاري ده هو اللي بيدفعك بوجود صحيح في الأمم المتحدة. صحيح نحن موجودين في الأمم المتحدة، البرهان ذهب للأمم المتحدة ومندوبنا هناك هو دستوري موجود بشكل أساسي، ولكن استعادة السلطة لمقعدة في الاتحاد الأفريقي نفتكر واحدة من الأشياء المهمة جدا، لأنه تعريف الحرب ينطلق من هذا الباب. الإشكال الثالث أنا أفتكر القصور العمليات قبل اللي تكلمنا عنه في جانب العلاقات الخارجية دي، هنالك مقالات كثر من أمس وأول أمس ونحو ذلك تتحدث على أن الفريق البرهان ربما تراجع أو مجلس السيادة تراجع من المضي إلى الجانب الروسي أو ما يعرف بالاتجاه الروسي والصين والإيراني وكذا ونحو ذلك، أن هنالك فتور وأن ما كان يقوم به الفريق البرهان في الفترة اللي فاتت إنما كان مغازلة ربما إلى المعسكر الغربي. حاليا حتى الآن ما صدر شيء رسمي من روسيا أو من الحكومة يتحدث عن تعطيل الاتفاق الذي ذهب إليه السودان ووافق عليه، وهو
الاتفاق العسكري والاتفاق الشامل مع روسيا يعني. والتأخير قد يكون له مبررات أخرى يعني، لأنه التحرك لتنفيذ هذه الاتفاقات ذات الأحجام الكبيرة اللي عندها ارتباط بوجود عسكري وعندها ارتباط بتمويل عتاد عسكري للسودان وغيره، هذا الأمر لا يحسم دائما في أسبوع أسبوعين، لا بد من أن يتروا الناس في القصة دي. لكن أنا يعني نقول هذا الكلام بصراحة، أن المناورة بمواقفنا الدولية دفعنا فاتورة كبيرة جدا كسودان، والآن نحن في الحرب دي كنا محتاجين لأي حليف يقف معنا في هذه الحرب. فبالتالي الذهاب إلى روسيا هذه المرة بعد أن عطل الاتفاق الذي كان في العام 2018 مع روسيا بدعوى أن الفترة فترة انتقالية، والآن مع هذه الحرب جات الزيارة الروسية لبورسودان، وجاء الحديث الواضح من قادة الدولة، وسمعنا حديث الجنرال ياسر العطا عن أن السودان سيذهب في هذا الاتجاه، وسيوقع وسيعطي الروس هذه المزية على البحر الأحمر، وسيستفيد الجيش السوداني وسيستفيد الاقتصاد السوداني من العلاقات مع روسيا. هذا الاتجاه هو واقعي، يتناسب واحتياج الدولة السودانية، يتناسب واحتياج القوات المسلحة للإسناد في الميدان، يتناسب وحجم هذا التهديد، لأنه هذا التهديد الآن له إمداد لا يتوقف، الإمداد الإماراتي والدولي لميليشيا الدعم السريع بتنييد المرتزقة وبإحضار العتاد العسكري ومعدات القتال لم يتوقف. فبالتالي إحنا احتياجنا لهذا الحلف احتياج ضروري ومستعجل جدا. إذا كان هناك أي نية للمناور بهذا الموقف لتحسين شروط الحوار والحديث مع الغرب وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أفتكر أنه كون وقعنا في خطأ كبير جدا، والدولة السودانية كون وقعت في كارثة كبيرة جدا، لأن المواقف الدولية لا تعالج بهذه البساطة المخلة التي يمكن أن تصل لدرجة السذاجة. ولذلك